توفي نجم الفرنكو الصعيدي الفنان الشعبي فتحي الهواري عن عمرنا هذا 70 عاما بعد صراع مع المرض، ونعى أسامة زغلول مدير الفرقة القومية للموسيقى الشعبية الهواري عبر فيسبوك قائلا: فقدت مصر والفن الشعبي نجم الأغنية الشعبية وابن الفرقة القومية للموسيقى الشعبية بعد صراع مع المرض الفنان القدير النجم أحمد فتحي سليم الهواري فتحي الهواري الذي أسرى الفن المصري بالطرب الشعبي الأصيل. رحم الله الفقيد وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان. وكان يطلق على الهواري لقب مطرب الفرنكو الصعيدي لمزجه بين اللغة العربية والإنجليزية في أغانيه. تداول العديد على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الفنان الشعبي فتحي الهواري وسبب وفاته بعد تعرضه إلى أزمة صحية شديدة خلال الأيام القليلة الماضية، نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات. وخبر وفاته أدى إلى حزن الوسط الفني المصري عليه، حيث توفي تاركا خلفه السيرة والسمعة الطيبة. يعتبر الفنان فتحي الهواري أحد الفنانين البارزين في جمهورية مصر العربية، والذي شهر بشكل كبير في الساحة الفنية، وهو من مواليد نجا حمادي في الصعيد. كانت بداياته الفنية في الأفراح القريبة والشعبية في البلدة الخاصة به، وكانت تتميز أغانيه أنها تحمل اللغتين العربية والإنجليزية، وهو من أبرز المغنيين الشعبيين القدامى وسمي بمطرب الفرانكو، وشارك في العديد من المسلسلات التي أبدع فيها مثل مسلسل المنزل الخلفي، وعمل في الفرقة الموسيقية بالبيت الفني.